مش عايزين خم في اللعب ها؟ كله متشاف. شفت الجو حلو ازاي؟ قوي. عاجبك المكان مش كده؟ حلو جدا. أول مرة تيجي الفيوم؟ أيوة أول مرة. أمال كنت فين في شهر العسل؟ الغردقة. مالك عايز أسألك سؤال بصراحة. هو سيادة العقيد أحمد أنت ابتديتي تكرهيه لما عرفت إن هو بيخونك ولا أنت أصلا كنت بتكرهيه من قبل كده؟ ولا كنت بكرهه ولا كنت بحبه. طيب كان المفروض يبقى عامل ازاي عشان تحبيه؟ مش عارفه، ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده. طيب خلاص، ما هي الفرصه جات لك لحد عندك، فكري وقولي لي. مش عارفه. خليني اسالك السؤال بشكل مختلف شويه. البني ادم اللي انت ممكن تفكري فيه وتحبيه في خيالك يبقى عامل ازاي؟ شبه مين يعني؟ شبه باباكي مثلا؟ يمكن بس انا ملحقتش يعني اعرف بابا كويس. شبه سليم؟ لا. هو سليم ليه بطل يزورك؟ معرفش. ماشي. اتفضلوا بقى، دوق ورق العنب اللي انا جايباه معايا. بالهنا. تسلمي ايدك. بجد والله مش عارف اعمل في نفسي ايه. عمال اغلبك في كل حاجه كده، كوتشينه وشطرنج. ممكن تشوف حد تاني تلعب معايا على فكره عادي. يا عبيطه. يا عبيطه انت غلبتيني في اهم لعبه. لعبه ايه بقى؟ قلبي. خدتي قلبي ولعبتي بيه كوتشينه كمان. ينفع؟ طب العب. العب يلا. ايه يا نادي؟ ما خلاص مالك، هتفضلي كده مرعوبه على طول؟ وبعدين يعني هو اسد معدي بني ادم، محدش يقدر يعمل لك حاجه. يلا يا جماعه، يلا بقى عايزين نلعب كله على الملعب بقى. يلا يلا. يلا اهو. الرحلة دي كلها على بعضها تعبة لي أعصاب. ليه؟ ده حتى الصحبة حلوة. كل حاجة مترانة. فكرة إن في رحلة أصلا. وبعدين الأتوبيس. والقعدة فيه. حتى الماتش ده مترانة. معلش. حاول تعمل زيي. افصل. يلا يا جماعة تممتوا على الحاجة؟ يلا بينا. دكتور وليد. نعم. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة. مالك في إيه؟ رقعة وحسام مش لاقياهم. نعم؟ يعني إيه مش لاقياهم؟ راحوا فين؟ أنا دورت عليهم في كل حتة يا دكتور ومش لاقياهم. دورت كويس؟ ما لسه كانوا هنا من شوية. معرفش. معرفش. يا حسام! يا رقعة! حسام! روعة.
اتفضلي اتفضلي ما تخافيش. انت متاكد من اللي احنا بنعمله ده؟ اكيد انا مش هاخد اي قرار ياذيكي. ما تخافيش اتفضلي تعالي. مالك بس في ايه؟ وبعدين؟ ولا قبلين. هدفنا مش الهروب، هدفنا ان احنا يبقى معانا ورقة ضغط. فاهمة حاجة؟ فكي كده. تعالي. فكي كده. تعالي. جايب لك فطار وعشا اهو. عشان بس ما تقوليش حرمك من حاجة. طب هو مش ممكن أي حد يجي فجأة كده؟ لا من الناحية دي ما تقلقيش خالص. أختي ما بتجيش من دبي غير في حالتين اتنين بس. مصايف ومصايب. تعالي أوريكي هتنامي فين. تعالي.